ولكن هذا هو حب لبسكويت ابو ولد البسكويت الاول هنا في اليمن. الشركه اليمنيه للصناعه والتجاره التي تاسست في العام 1970 وبسكويت ابو ولد في العام 1973. الان محافظه عمران وحجه محافظه عدنان محافظه عدنان وحجه. فنحن الان نضع كوبونا الخاصه بمدينتكم في هذا الصندوق الجميل صندوق السعر على الجوائز الكبرى ايفونات وايضا عمران وحجه ونخبط الكوبونات. هذا الان سنضع كوبونات محافظتكم محافظه تعز. الله الله يا سلام. ايوه 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 والله انا خايف حتى انا خايف يعني يطلع واحد منا بمشي فروق يمناكم. لا انت تستاهلوا والله تستاهلوا تستاهلوا ان شاء الله ان شاء الله بيكون والله لو تواجد الفائز لتكون الفرحه فرحه فرحه كبيره جدا جدا جدا. اذا الان نضع كوبونات القطاع الاوسط كما نسميه نحن في الشركه اليمنيه للصناعه والتجاره محافظه الدعس. والان وعدن الله يا ابناء شبوة وعدن ولحق وعدن. نحن الان نضع الكوبونات الخاصه بكم في صندوق السحب فمن منكم سيربح هذه السياره الجميله كريتا 2023 فل اوبشن. يا سلام يا سلام على بسكويت ابو ولد. الجوائز في بسكويت ابو ولد لازم تكون بقدر هذا المنتج الكبير والعظيم المتواجد معنا منذ الصغر هنا في الجمهوريه. ابناء سيئون شبوة والمهرة ها هي الكوبونات الخاصة بكم.
الزحف، فهل منكم من رابع هذه السيارة الجميلة أو تلفون آيفون أو شاشة تلفزيون؟ وأيضا شراب شناب وأيضا كرة قدم والعديد من الجوائز الأخرى. نعم سيتم السحب، لكن الوقت الآن لم يكفينا للسحب على هذه الجوائز، هناك كثير من الجوائز تقدر بالآلاف، هناك أيضا آيفونات ستسحب فيما بعد. إذا الآن سنسحب عينات أمامكم فقط. إذا الآن نروح We'll be right back.
يتم السحب على الجوائز ونبدأ من السحب على التلفزيونات وتدريجيا إلى أن نصل إلى هذه السيارة الجميلة التي أمامكم. يلا كما ترون الكوبونات في الصندوق، من هو سعيد الحظ إن شاء الله، أنا أتمنى أن يكون سعيد الحظ هو من يحتاج هذه السيارة، لأن حلمنا سيتحقق. وكما كان شعارنا دائما يقول بينك وبين حلمك بسكويت أبو ولد، اليوم تحقق حلمك مع بسكويت أبو ولد. اليوم واحد فقط من سيقود هذه السيارة، اليوم واحد فقط من لن ينام اليوم لأنه حقق حلمه بأن يكون لديه سيارة جديدة 2023 وليست سيارة عادية، فهي فل أوبشن من هونداي كريتا. إذا نشوف من هو سعيد الحظ اليوم، نشوف في نهاية هذا الحفل. الأخوة إذن الآن يصل إلينا الأستاذ القدير داعم هذا الحفل وداعم هذه المسابقة وداعم أيضا هذا المهرجان، الأستاذ القدير هاني عبد الجبار هاني سعيد، وتحية كبيرة تحية. إذن نرحب بالأستاذ هاني عبد الجبار هاني سعيد، رأي هذا المهرجان ورأي هذه المسابقة. أهلا وسهلا. والنواب هم اللي هيطلعوا على المنصة للسحب على الجوائز. إذا الأستاذ عبد الفتاح الأسمدي، أهلا وسهلا بك على المنصة. الأستاذ نشوان القاضي، أهلا وسهلا بك على المنصة. الأستاذ مصطفى العمالي، أهلا وسهلا بك على المنصة. ولم ننسى أيضا من بدأ بيده يخط ويكتب بس كمية سدة أولا، الأستاذ محمد علي شوقي، أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد.
Come on.
مليون ريال ويشوف من Thank you.
خليها بعيد من الخلف. طب لو سمحت لان انا اتصل الان بالمتسابع افتح المايك. ايضا تحيه لابناء مارب اللي شاركوا ايضا معنا في هذه المسابقه والكوكونا معهم والشوب وايضا المحوي وعمران. السلام عليكم. الو السلام عليكم. من معي؟ ها؟ الو الو من معي لو سمحت؟ من معي؟ انت اسمك ناجي؟ نعم. ها؟ ناجي من؟ طيب انت ناجي من؟ ناجي من لو سمحت؟ الو ناجي. الو انت اسمك ايش لو سمحت؟ قول لي اسم كامل. ها؟ طيب انت 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 شاركت في مسابقة؟ شاركت في مسابقة مؤخرا؟ ايش المسابقة اللي شاركت فيها مؤخرا؟ بعد المغرب بعد المغرب. انت شاركت في مسابقة ايش؟ في مسابقة مؤخرا، ما هي المسابقة اللي شاركت فيها؟ يا سلام شاركت في مسابقة يا ولد، يا سلام. طيب يا ناجي يا ناجي لو سمحت اسمع بوضوح لأنك بدأت تحقق حلمك الآن. ناجي صحصح معي يا ناجي. ايش اسمك الكامل؟ ايش اسمك الكامل؟ ناجي علي احمد خليل. طبعا ناجي احمد خليل. طيب لو سمحت يا ناجي يا ناجي انت حصلت على نصف الكوبون والكوبون معك لو سمحت ممكن تجيب الرقم؟ رقم الكوبون رقم الكوبون اللي معك. سوي يا ابني راعي انت ايش في المحافظة؟ ايش المحافظة؟ عمران. الله الله في عمران. طيب يا خليل يا ناجي يا ناجي يا ناجي انت عارف ايش فزت يا ناجي؟ انت عارف ايش فزت؟ العلم عند الله. انت ربحت معانا دراجة هوائية. ما كل ما كتبه الله. يا ناجي علي خليل يا ابن عمران عندك سيارة عندك سيارة انت حصلت على ايش؟ دراجة هوائية بس اربع عجل. لا يا ناجي ناجي انت ربحت معانا ناجي. لا يما عليك يا ناجي. ناجي
بوب قاعد الحال شوية رغم حاله رغم حاله راكي راكي انت معي اتكلم يا راجل نبدالة انت حصلت على ايش الان راجي والله والله مسكين مسكين مصطفى لاغا طيب يا ناجي انت فزت في ايش؟ ناجي اغمى عليه وخلاص اذا مبروك عليك مبروك عليك السيارة انت حصلت على السيارة مبروك عليك واحنا الان في بث مباشر عبر صفحة ابو ولد في الفيسبوك تابعنا وبتشوف واحنا بنعلن وقسعت القسيمة والبطاقة وكل شيء يثبت وقسعت انزل إلى تحت قسعت البطاقة الشخصية وكل ما يثبت هويتها وأهم شيء الكوبون القسيمة إذا بكرة بدي تسلم السيارة طيب إيش شعورك يا ناجي خلي الناس يسمعوا شعوره يا أخي صيح اتكلم خلاص نشكر الاستاذ هاني واحنا خلينا احنا نتفاهم مع الاخوه يلا نشكر الاستاذ هاني عبد الجبار ونواب الاستاذ مصطفى والاستاذ عبد الفتاح والاستاذ مشواري القاضي ونروح للسياره ناجي انت معي الان انا واقف امام السياره اللي استلمتها السياره اللي انت ربحتها سياره جميله جدا و كريتا 2023 مبروك عليك يا موسى ناجي تكلم ايش تحب تقول لك يا ولد بدون فوضى باقي فقرات باقي جوائز اذا باقي معنا جوائز لكم يا جمهور والله باقي جوائز والله اذا انا حنون السلام على الناجي يا ابو الله قولنا في السياره ولا حط الكفنات يا عم ناجي ايوه تعجبنا انك Yeah.